يقول: يعيش معي في البيت أخي وهو ضرير، فهل زوجتي يجب عليها أن تستر شعرها وتلبس ملابس محتشمة في حضوره؟ وجاء أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما توفي زوجها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، أن تعتد في بيت أم مكتوم، ابن أم مكتوم، وهو رجل أعمى ابن أم مكتوم، فدل هذا على أنه يجوز لها ذلك. وورد حديث أنه دخل رجل أعمى اللي هو ابن أم مكتوم أو غيره على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر نساءه أن يحتجبنه، فقلنا: يا رسول الله إنه أعمى. قال: أفعمياوان أنتما؟ لكن هذا حديث ضعيف لا يثبت، وبالتالي الصحيح نعم يجوز للمرأة أن تخرج شعرها أو ذراعها أو ساقها إذا كان رجل أعمى ما يشوف، ما في بس، لكن لا تشعره بذلك، لا تشعره بذلك أو يخبر عن ملابسه بحيث يتصورها بشكل أو كذا. أما مجرد حياة في البيت الطبيعية وهذا ما في بس إن شاء الله تعالى، لو لبست ملابس البيت وكذا ما في بس إن شاء الله تعالى. سام شيء تأكد أنه أعمى يعني لا تلحق نفسه.